السلام شباب، اليوم راح نتكلم عن موضوع بالنسبة للكورج البي اي 700. في حالة انك تشغل الجهاز ستاندر وتيجي تختار مثلا من الاصوات، هون بصير كل ما تختار بنك من البنوك بروح هو بختار اوتوماتيكلي الصوت مع البنك. فاحنا على اساس انك تكون انت مثلا شغال على مثلا صوت معين، اوكي، وانا ما بدي هذا الصوت مثلا، مجرد ما اختار هون شوف فما اختار الصوت هو الجهاز بيختار القصة هاي. فاحنا كيف نتجاوزها؟ على اساس انا مجرد ما اختار البنك بضل الصوت اللي انا مختاره من قبل ثابت. العملية بروح على جلوبال، ومن جلوبال بكون عندي الشاشة الرئيسية مثلا، في المنيو، اوكي، بختار جنرال كنترولز، بطلع لي تحت الانترفيس باخذ الانترفيس. شوفوا عادة تكون بالوضع الطبيعي، العلامة التك اللي فيها، خلينا نوضح الصورة، بس بتكون معلمة. فإحنا بنشيل التعليم كيبورد سيت ليبراري، بنشيل التعليم وبنطلع عندك هون على أساس رايت أوتو، أوكي، وبنطلع برا. إحنا الآن لاحظ أنا الآن لما صرت فتت على البنوك، كنت أنا مثلا مختار على سبيل المثال صوت ربابة، المفروض يضل ثابت على هذا الصوت. فبدخل مرة تانية، شايف ضل ثابت، قبل كان يعطيني مثلا أول صوت بالبنك. راحت القصة هاي، يعطيكم العافية. إذا خلينا نعيد مرة تانية من بشكل سريع، جلوبال على منيو جنرال كنترولز، بعدين انترفيس، ونشيل علامة التك من الكيبورد سيت ليبراري، وامورك بتمشي تمام.